دلوقتي، بس ادونا كده 10 دقايق على ما ان خير. زي ما قلت في بداية السيشن ده هيكون خفيف، وهنتفق على ميعاد ليكون السيشن بكرة أو بعده على حسب ما كل الناس تتفق. تمام، لأن أنا مش هقدر أكمل السيشن النهاردة للنهاية، لأن أنا في ناس شغالين عندي في البيت وكده، وأنا في البيت النهاردة، فإن شاء الله أرجع بكرة السكن. ولو عايزين السيشن تقوم بكرة كان بيها، عايزين السيشن تقوم بعد بكرة، تمام، ما عنديش أي مشكلة. تمام، بس الناس تتفق على معايا. أما بالنسبة للي فاتوا أي سيشن، فأنا بعت لكم لينك دلوقتي في الشات هنا على زوم، ممكن تشوفوا اللينك. هو بلاي ليست على اليوتيوب، رفعت كل السيشنات المسجلة اللي قبل كده، بحيث الناس اللي لسه جديدة وداخلة فاتحة أي سيشن تبقى متابعة معانا احنا وصلنا لإيه. تمام، أما بالنسبة للدوائر فأنا هعقب دلوقتي على كل دايرة. تمام، يعني الدوائر اللي بعتت يعني، ويبقى معكم إن شاء الله مهلة لحد بكرة أو لحد الميتنج الجاي على حسب ما نتفق. تمام، تعدلوا التعديلات اللي هتكون موجودة يعني إن شاء الله لو في تعديلات، وتبعتوها تاني. تمام، عايز حد يفتح المايك بس كده ويكون متابع معايا. الشباب، حد من التكنيكال اللي موجودين ماشي مش سامعني؟ اه سامعك شايفيني حضرتك السكرين كده؟ اه تمام السكرين سامعين تمام. طيب، أول دايرة دي بتاعت عمر السبكي. تمام، عمر ولا محمد السبكي؟ ثواني، محمد السبكي عشان بس ما يبقاش في خلط. ولا عمر السبكي؟ انت دخلت الدنيا في بعضها حازم، شكرا. دي عمر السبكي. قال لي تمام، صاحب الدائرة يبقى يرد عليك على طول. اهو اسمه مكتوب على البورده. بص يا عمر، هي يعني البورده تمام، مفيش اي مشكله، بس التعقيب الوحيد ان انت نسيت المكان اللي هيتثبت فيه اللي هيتثبت منه الدايرة. تمام، اللي هو المسمار اللي احنا كنا قايلين مكانه في النص ده. ده بالنسبة للدايرة بتاعتك. بالنسبة للتركات ما فيهاش اي مشكلة، الثري دي موديل عاش جدا. وبرضه شكرا ليك ان انت بتساعد الناس، لان حد عمل لك منشن ان انت ساعدته في الثري دي موديل بتاعه، فأنا برضو أشكرك على دي. الدائرة الثانية الخاصة بمحمد النحاس. بص يا محمد، هي الدائرة كويسة جدا بس عندي تعقيب. أولا التراكات، تمام، التراكات اللي معمولة يعني ماشي، التراكات شغالة مفيهاش مشكلة، بس الحاجة التانية إن أنت حاطط السنسورات واقفة. أنا قلت السنسورات تكون بالعرض، تمام، بحيث ان الليدتين يكونوا يعني جنب، ما هم مش محطوطين كده فوق بعض، يكونوا جنب بعض. تمام، ده بالنسبة للسنسورات. نفس الكلام، التعقيب اللي عقبته لعمر على مكان الفتحة بتاعة البوردة. يعني شايف عمر مثلا كان عامل السنسورات ازاي، زي ما انا رسمتها معاكم المرة اللي فاتت في السيشن. تمام، هتعمل برضو مكان فتحة التثبيت في النص بين السنسورين، بين الأربع مقاومات، زي ما عمر حط المقاومات كده. عملت برضو الفاليو بتاعة المقاومات، وده شيء كويس. هتكتب برضو جنب البين هيدر كده، تعرف كل طرف من أطراف البين هيدر دول بتاع إيه. تمام، سواء الخمسة فولت أو الجراوند أو الأنالوج زيرو أو الأنالوج واحد مثلا، وهكذا. تركات تمام جدا، ما فيهاش أي مشكلة. دي نفس البوردة بتاعتك أعتقد، صح؟ هي هي. هي لا، مش مهم. حد تاني ولا حد تاني؟ حد تاني. البني حد تاني اللي هي لونها بني. البني دي صامولي،
دي صامويل. تمام، نفس التعقيد تمام. يا صامويل، المكان المسمار مش موجود، وهتعرف الخمسة فولت والجراوند والانالوج بينز مش موجودين. تمام، تركات الكيرفت عاش جدا، عملت البلوجن برضو عاش جدا زي الفل، الألوان حلوة برضو، اللون الأبيض موجود والسلك سكرين الأسود الاتنين موجودين، فدي برضو نقطة من النقط اللي أنا كنت هتكلم فيها النهاردة. بس فتحات التثبيت اللي أنت عاملها في الجناب دي صغيرة جدا، يعني لو أنت تقصد بالفتحات اللي فوق دي إنها تكون فتحات للتثبيت فهي صغيرة جدا. إحنا بنحط فتحات يا شباب بمقاسات المسامير اللي هتثبت بيها، مقاسات المسامير بتبدأ من أول 2 مللي وأنت طالع لفوق، المسافة اللي أنت عاملها دي تقريبا حوالي 1 مللي ممكن. تمام، قلنا خلينا نبدأ من 3 مللي واحنا طالعين لفوق كده. برضو على دي دايرة محمد النحاس، دي إسلام يحيى نجم ماشي، أو إسلام نجم. الألوان جميلة جدا زي ما قلت، تركات الفل مفيهاش أي مشكلة، عملت بوليجون برضو شيء جميل، ومنشنت عمر إن أنتوا إن هو ساعدك تعمل برضه، فده برضه شيء جميل زي الفل. عمر أنت ممكن تسجل لهم فيديو 3D موديل لو الناس يعني لو كلهم محتاجين يعملوا، برضه ممكن تسجل فيديوهات زي شورت فيديوز كده لل 3D موديل، لأن أنا الجهاز مقدرش أعمل من عليه ستريم وأنا شغال 3D موديل. تمام، دي دايرة مين؟ ده محمد عبد الظاهر، نفس الكلام نفس الكلام يا محمد، فتحة المسمار اللي هتكون في النص تبقى 3 مللي، التركات ما فيهاش أي مشكلة، وهتحط أطراف ماشي، المكتوب 5 فولت يا شباب، 5 فولت والجراوند، الأوتبوت 1 والأوتبوت 2. يفضل يا محمد تخلي الباور على الأطراف عشان ما تلخبطش فيهم، والأنالوج جنب بعض. اللي بعده 3D موديل برضو كويس، ان انت يعني وصلت ل 50% من 3D موديل، باقي لك بس التي سي ار تي 5000. ممكن يا عمر تنزل لهم الباكج بتاعه لو انت عملته او نزلته، يعني تنزله لهم بحيث ان الناس تبدا ايه تحطه في البورد. احمد سامي بعت التاسك اللي قبل كده كويس جدا، بس السويتش يا احمد زي ما قلت ده ديب سويتش واحد طرف، احنا عايزين بريس 4 طرف. تمام، كتبت اسمك في البوتوم لاير، ده شيء جميل جدا. اللي بعده تقريبا نفس البوردة برضو، بس نفس الشخص يعني، بس برضه البوردة التانية أو التاسك التاني. الروزيتا ممكن تلف الروزيتا بحيث المداخل كلها من اتجاه واحد، ما يبقاش الروزيتا المدخل بتاعها من اتجاه والباور المدخل من اتجاه. تمام، ده بالنسبة للتعقيب على البوردة. التراك اللي بزاوية 90 تحت ده، أو قالب على 90 تحت خالص على اليمين بلاش، يعني خليه تعدله 45. نفس الكلام التراكين اللي هنا ده، عشان نختار لك لون تاني عشان نشوف. تمام، ده التراك اللي هنا ده. تمام، وفي برضو هنا تراك تاني تحت، اتمنى لو شايف التراك اللي تحت ده برضو. ده بالنسبة للتعقيب على البورد، لكن هي شغل عظيم جدا. البوليجون والتراك نفس الكلام، ديزاين رولز مظبوطة يعني. الفاليو تظهر، بس الفاليو هتغير الفاليو من ال بدل ما هي في الفاليو نيم او التي فاليو، هتخليها في الايه تي نيم زي ما قلنا. لما تشوف الفيديوهات اللي فاتتك هتعرف انا اقصد ايه. تمام، وتعمل الاينمنت المكونات كلها بحيث تبقى على نفس المحاذاه. احمد انديل، تمام يا احمد، نفس الكلام، نفس التعقيب اللي عقبت على الدوائر اللي قبل كده، تحت التثبيت مش موجوده، وكاتب انت كاتب اطراف ال انت كده خليت الفاليو والاسماء اللي هي بتاعت المكونات
حاططهم في التوب لاير، انا مش عايزهم في التوب لاير، انا عايزهم في التي نيم. تمام، التراكات زي الفل، بس في تراك واحد عايز يتعدل، اللي هو جاي اخر تراك على الشمال نازل لتحت ده في زاوية 90، عايز يتعدل. ثواني، تمام يا شباب، ثواني. تمام يا باشمهندس. طيب هي نفس البورد بتاعت احمد دانديل، التركات ما فيهاش مشكله، وعامل البلوج انه موصله بالجراوند كويس جدا، بس دي كده بورده تانية ولا ايه؟ لا دي باشمهندس مروه انديل، معلش معذره. ماشي، التركات زي ما قلت ما فيهاش اي مشكله، البلوج متوصل بالجراوند شيء كويس، فتحة التثبيت برضو زي ما قلت تبقى 3 مللي، ونخليها في نص السنسورز، ونكتب بقى اللي هو ايه، نظهر الفاليوز زي ما هي ظاهرة كده، بس هتخليها في نص المقامات بحيث تبقى مترتبة وشكلها منظم. ممكن تعملي الاينمنت للمقامات دي مع بعضها. تمام، البن هيدر ممكن تكتبي عليه 5 فولت والجراوند والانالوج 0 والانالوج 1 وهكذا. دي تقريبا نفس البوردة، سكيماتيك حازم. ماشي، نفس التعقيد يا حازم، بس هنا في تعقيد تاني كمان، ان البن هيدر ما يبقاش في الجنب، البن هيدر يبقى فوق، بس لما تيجي توصل ما تطلعش الكابل، السنسورات دي هتبقى تحت الروبوت. تمام، ما تطلعش الكابل من الجنب، تطلع الكابل من النص الروبوت. تمام، عادي، ممكن لو انت هتجمعه في وعايز تطلع الكابل من جنب الروبوت ما فيهاش مشكلة. بس أنا أقصد إن أنت هتخلي كل حاجة متجمعة من نص الروبوت. الفتحات زي ما قلت، فتحات التثبيت تبقى 3 مللي. ماشي، دي البوردة بتاعت حازم برضو. هعقب على الألوان بس قدام شوية، يعني خلينا نخلص الأول وبعد كده أعقب على الألوان. دي بوردة تانية كنت حابب أوريها لكم، دي 108 لير، على ذكر البوردات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، البرنامج بيدينا لحد 16 لاير. دي أحد الشركات الصينية، شركة اسمها ويلر تكنولوجي، بيصنعوا لحد 108 لاير. تمام، ده شكل البوردة، السمك بتاع البوردة زي ما انتوا شايفين كده، سمك البوردة 8.6 مللي، تقريبا داخل على 1 سنتي، عشان يعملوا الفايز دي في الجولد. تمام، خاضع لحاجة اسمها IBC 4552، دي أكواد كده بيستخدموها. المينيموم ثرو هول، يعني المينيموم THT 0.5 مللي، بخلاف العادي البرد العادية انت ممكن توصل لحد من 10 مللي. سبيسنج فروم تراك، المينيموم من السبيسنج فروم تراك تو هول 0.25 مللي. تمام، حتى هنا هما كاتبين بقى الايه، الجي بليتنج والدبس كنترول ذا دريل والكلام ده كله، ده يعني ده كنت حبيت اشارك معاكم دي، بحيث ايه الناس تبقى عارفه برضو ايه الجديد. مش مهندسة اسماء عبد العال، اه زي الفل، يعني فتحة التثبيت موجودة، الفاليو بس هتظهريها. حاجة تانية، تعليق على الألوان، هعلق على قدام برضو، يعني خلي الألوان في النهاية. التراكات تمام مفيهاش أي مشكلة، بس هتحددي الدايمنشن بتاعة البوردة، يعني انت كده معنى ان البوردة جاية بحجم الشاشة كلها، ان الدايمنشن مش متحددة. تمام، او الدايمنشن انت عملت دايمنشن بس عاملاها في لير تانية غير اللير بتاعة الدايمنشن. ماشي، دي باشمهندسة دينا. ماشي، أنا عندي نفس التعليق، فتحة التثبيت، تاني حاجة السنسورين يبقوا جنب بعض مش فوق بعض. تمام، بينهم 15 مللي،
البوينت، لو انت انا تابع لك البوينت دي ثواني. في البوينت اللي هي في السنسور ذات نفسه اللي معديه من تحت التراك دي، دي كده لما تيجي البوردة لما تيجي تتصنع دي، البرنامج هيعتبرها هول وهيقطع لك التراك اللي معدي من تحتها ده، تمام؟ فبلاش بلاش تراك يعدي من تحت هول من السنسور ذات نفسه، سواء التراك اللي هو الجراوند او التراك اللي جاي سيجنال ذات نفسه. يعني بحاول اجيب لكم ثاني. شايفة ده النقطة دي، تمام؟ ودي تراك برضه اللي هو هنا ده، وده دي البوينتس اللي علقت عليه. الكيرف التراكس تمام مفيهاش مشكلة، الزاوية 90 اللي تحت دي زي ما قلت السنسورين يبقوا جنب بعض. المقاومات كبيرة شوية بس مش مشكلة، يعني المقاومات دي قرعتها كبيرة أوي بس مش مشكلة، يعني هتبقى مقبولة لأن رجول المقاومات بتيجي كبيرة أصلا. زي ما قلت هنكتب بقى أسماء السيجنالز هنا والجراوند والخمسة فولت، تمام؟ بالنسبة للتعقيب على اللي أوت نفس الكلام، الفاليوز هنظهر الفاليو بتاع كل مقاومة ونخليها في التي نيم بحيث نبقى عارفين كل مقاومة قيمتها كام، تمام؟ السكيماتيك تمام مش أي مشكلة. مصطفى سعد ماشي يا مصطفى. فتحة التثبيت برضه يا مصطفى، الأربع فتحات اللي أنت عاملهم في الأجناب دول 1 مللي، ودي مسافة صغيرة جدا، أو 0.5 مللي كمان، مسافة صغيرة أوي أوي، يعني مفيش مسمار بالأبعاد دي. فاحنا بنقول المسامير اللي بتكون مساحة بتكون من بتبدأ من 2 مللي أو 3 مللي وأنت طالع لفوق، وتحاول تظهر برضه الفاليو بتاعت المقاومات وأسمائها، وتكتب البين هيدر، تكتب عليه السيجنال والباور. الكيرف تراكس تمام مفيش مشكلة، نفس التعليق هنا اهو، التراك القريب من ال من ال اسمها ايه دي، فتحة التثبيت دي، دي تبقى متحرم لو انت هتعمل، لو انت عامل بوليجون. اعتقد ان انا شفت البوردة بتاعتك دي معمول فيها بوليجون، بوليجون هيحل لك المشكلة دي. خلينا معمول فيها بوليجون اهو، ماشي كده هيحل المشكلة اللي موجودة كده، ميبقاش فيها مشكلة، تمام. هعلق برضه على موضوع الألوان قدام، تمام. دي بوردة مين بقى؟ سيد ماهر. البوردة زي الفل يعني لا تعليق، تظهر الفاليو بتاعة المقاومات، مكان التثبيت زي الفل 3 مللي، نفس الكلام. بس هو في تراك واحد بس، يعني بس التراك ده اهو لو مشيت بيه كده شوية ونزلت كده هيبقى أحسن، فاهمني؟ يعني مش لازم تقرب من البداية بس، لكن برضه تمام مفيش مشكلة. برضه التراك اللي تحت ده اهو ممكن تخليه كده كيرفد، معلش أنا عملت ستوب شير بالغلط. باشمهندس غدا حسين، في تعليق برضو، البن هيدر ميبقاش في النص، لأن يعني قلنا لو احنا عملنا الحركة دي البوردة هتبقى عاملة زي شبكة العنكبوت، بسحب من نص البوردة، أنا مش عاوز ده، أنا عايز البن هيدر يبقى هنا فوق كده بحيث أسحب منه على الإيه، على الروبوت، ويكون هنا في النص فتحة التثبيت تبقى 3 مللي، أو يبقى البن هيدر في الجنب هنا وأسحب للجنب كده وأخد الكابل على فوق، وفتحات التثبيت زي ما انتوا عاوزين تعملوا 4 فتحات تثبيت كده في الجناب كان بيها، عاوزين تعملوا فتحة واحدة في النص 3 مللي كان بيها، تمام.
ده برضو التعليق ايه على البوردة دي. بالنسبة للألوان هعلق عليها قدام، التراكات ما فيهاش أي مشكلة، يعني في تطور كويس جدا في موضوع التراكات والديزاين رولز مع الناس كلها. البوردة دي برضو كويسة جدا من ناحية الراوتينج، ده مانوال راوتينج، أول ما بشوف الدايرة بعرف إنها مانوال راوتينج أو أوتو راوتينج. دي خاصة باشمهندسة فاطمة، فاطمة أحمد الأشقر، عظمة جدا. بس زي ما قلت أنا الفاليوز بتاعة المقاومات ممكن تحتفظي بيها زي ما هي، ممكن تضميها جوه المقاومات. بالنسبة للبن هيدر هتشيل بس عليه الخمسة فولت والجراوند والسيجنال، فتحة التثبيت تبقى في النص، السنسورات تبقى جنب بعضها. لكن الراوتينج المهم عندنا دلوقتي إن الراوتينج الناس في ديزاين رولز ما يبقاش فيها مشكلة معاها. والراوتينج برضو في حاجة واحدة، التراك ده قريب قوي، خلينا نعمل بس ايه النوتيشن كده عليه. التراك ده اهو قريب من البدل دي اهو، يعني التراك اللي فوق ده اهو قريب من البدل اللي تحت. ده التعليق على بالنسبة للراوتينج. السنسورين زي ما قلنا يبقوا كده جنب بعض، والناس كانت طلبت ان احنا نعمل سيشن سنسورات اللاين فولور وتوزيعها والروبوت اللاين فولور عامة. أنا قلت لك ماشي مفيش مشكلة، نتفق عليها مع بعض. هنا فتحة التثبيت، المسافة من السنتر ده للسنتر ده 15 مللي. في حد فتح المايك؟ الشات ماشي، في صوت تمام. ماشي، هي المسافة مظبوطة. أنا أقصد بقى نخلي إيه السنسورات زي ما قلت كده، يعني تبقى للجنب زي ما أنا بقول كده، مبقاش واقفة بالطول كده، تبقى بالعرض عشان يبقى أنا ضامن إن الاتنين فوق اللاين. تمام، البن هيدر زي ما قلت يبقى فوق أو في الجنب عادي مش هتفرق، بس لو أنا خليته للجنب عامل حساب ان انا الكابل هيطلعني من الناحيه اليمين او من الشمال للروبوت فوق، فلما اجي اصمم الدايره اخلي الكونكتور اللي هيستقبل من ده على اليمين او على الشمال حسب ما انا هبقى حاطه ايه في دايره البي سي بي. دي محمد طحون، ماشي. محمد عامل برضه شغل كويس، هتظهر الفاليوز يا محمد بتاعت المقاومات، وتكتب على البين هيدر 5 فولت والجراوند والبنات الانالوج. الراوتينج لا تعليق، الحتة دي انت ظبطتها اهي، كنت عاملها انت 3 تراكات السيشن اللي فات. دي شكلها كده ابن ناس وهتحل معاك مشاكل كتير. انت كنت عامل المرة اللي فاتت برضو تراك وتراك كده، وتراك تالت معدي، وكانت دي فيها جاب عشان الناس اللي ما كانتش حاضرة، كانوا عاملين 3 تراكات كده كان في جاب بينهم. تمام، دلوقتي اتحلت اهي بقت زي الفل. ولو عملت ماسك كمان، لو عملت بلوج ووصلته بالجراوند كمان هيبقى أعظم. ممكن تجيب بدل التراك ده ما هو رايح نازل كده، ممكن تخليه نازل كده على طول، فاهمني؟ بس هنا نفس الكلام، ممكن ده يبقى طالع كده أو يبقى جاي ستريت على طول كده لو أنت عاوز. زاوية 90 الصغننة أوي دي بلاشها. ده تعليق على الايه، على الدوائر كشكل في المجمل العام كده على الدوائر كلها. خلينا نرجع بقى للميتنج. مشكلة في البوليجون، سيجنال جراوند كونتينز ان انفاليد بوليجون. لا مش فاهم، يعني انا اول مرة اشوف اللي انت كاتبه ده. ممكن تكون انت اصلا مش مسمي سيجنال عندك اسمها جراوند في ال تصميم. طيب باقي الشباب انا عايز اسمع تعليقاتكم. عايز اسمع تعليقات باقي الناس يا شباب. كل واحد سمع طيب التعليق على البوردة بتاعته، ولا في حد ما اتكلمش عن البوردة بتاعته؟
طيب بالنسبة للألوان بقى، طيب تعرف تعمل شير سكرين يا محمد؟ خلينا في آخر الميتنج وهعمل شير، خليك تعمل شير سكرين وهشوف المشكلة دي ونحلها مع بعض. تمام، في حد تاني عنده أسئلة؟ طيب يا شباب، ليه السنسورات متبقاش بالطول جنب بعض؟ طيب خلينا أجاوبك على السؤال ده. لو أنا حطيت السنسورات بالطول جنب بعض، بالطول جنب بعض، ممكن تحطهم بالطول جنب بعض، تمام، ممكن تحطهم بالعرض يعني، برضو عشان الموضوع ده يعني ملوش حاجة محددة، بس خلينا نقول لو انت حطيتهم بالطول هيبقى وضعهم ايه على اللاين، ولو حطيتهم بالعرض هيبقى وضعهم ايه على اللاين. لو انت حطيت السنسورين بالطول هيبقى السنسور الترانسميتر والريسيفر، يعني الترانسميتر قدام والريسيفر ورا، تمام. ده بالنسبة لو هما محطوطين بالطول. طب لو محطوطين بالعرض هيبقى الترانسميتر والريسيفر الاتنين محطوطين جنب بعض، فاهمني؟ يعني ما تفرقش كتير معاك، بس انا بتكلم ان انت لو عاوز الاتنين جنب بعض فهتمشي بالرول دي على اللاين، بحيث انا لو جيت دلوقتي، انت لو جيت تشوف السنسورات اللي موجودة هتلاقي في سنسورات بالفعل معمولة بالطول وسنسورات معمولة بالعرض. تفرق في الشغل، تفرق في اللاينز ذات نفسها. يعني لو السنسور لما تحطه بالطول هيخليك تقدر تقلل المسافة زي ما انت عاوز، فاهمني؟ هي تفرق في تفرق في الشغل في ايه؟ كل اللي هتفرقه في الشغل زي ما بقولك انها تقلل المسافة بين السنسورات، فتديك ريزوليوشن اعلى. ما انت كل لما تحط سنسورات كتير في اللاين فولور بالذات هيديك كنترول عالي، فيخلي الروبوت يقدر يتحرك حركة سموز، تقدر تعمل كنترول عليه سواء بي اي دي كنترول مثلا، او لو هتكتب الجوريزم معين يتحكم في الروبوت بناء على عدد السنسورات الموجودة. حد عنده أسئلة تانية؟ طيب حد عنده أسئلة؟ طيب 10 دقايق هبص على جوجل فوتوز كده، جزئية الألوان هتكلم عنها. حاضر، هبص على جوجل فوتوز لو لقيت صور من مسابقات قبل كده هوريكم اللاين فولور، بس ادوني 10 دقايق كده هبص على الصور.
لا هو الصوت ما قطعش، الصوت شغال، مش عارف سامعني؟ ايه يا باشمهندس سامعين؟ تمام. طيب انا ما انا دلوقتي مش لاقي بس صور كاملة، ان انا حتى سايب الهارد في النوف للاسف، فمش معايا صور هنا. تمام. هجيب لكم صور للروبوتات انا كنت عاملها قبل كده، يعني كنت حاططهم بالطول كمان، ما كنتش حاططهم بالعرض. هوريك مشاكل السنسورات كل ما كل مسافة بينهم واسعة والروبوت هو شغال على التراك، ايه المشاكل اللي بيعملها، الكلام ده كله. تمام. أما بالنسبة للألوان، بص، بالنسبة للألوان ففي ألوان ستاندرد، في ألوان الألوان الستاندرد يا شباب، فهم اللون الأسود، اللون الأبيض، اللون الأخضر. تمام. وفي اللون اللي هو، معذرة، اللون الأبيض والأسود، تمام، والأخضر والأصفر والأزرق والأحمر. دي الألوان اللي هتلاقوها ستاندرد موجودة. تاني، الأسود والأزرق والأخضر والأحمر والأصفر، دي الألوان اللي هي إيه، ستاندرد وموجودة عند كل السبلايرز. واللون، أكتر لون كمان اللي هو الموست يوزد، اللي هو اللون الأخضر، لأن ده بيستخدموه في عمليه الاسمبلي، ان الروبوتس بتقدر تعمل ايمج بروسيسنج للبورد ذات نفسها، وتقدر تطلع السلك سكرين اللي هو بيبقى لونه ابيض من اللون الاخضر، عشان تقدر تحدد اماكن الكومبوننت، فتقدر تعمل اسمبلي للبورد اللي موجوده. تمام. ده بالنسبه للالوان. ده ما يمنعش ان انت ممكن تلاقي بتاع ده بي سي بي سبلاير او مصنع او بي سي بي مانيفاكتشر، تمام، يقدر يعمل لك الالوان اللي انت محتاجها. زي ما انت مثلا لقيت بي سي بي سبلاير يقدر يعمل لك 108 لاير من النحاس، ممكن تلاقي بي سي بي سبلاير يقدر يعمل لك بورده لونها بنفسجي، زي ما انا شفت مثلا. لكن في الحقيقه انت ما بتلاقيش الالوان دي، يعني البنفسجي مش موجود، اللون البترولي مش موجود، الالوان، اغلب الالوان اللي الناس كانت بعتها دي، هي احنا يعني ديك الوان احنا ممكن نختارها براحتنا زي ما احنا عاوزين. ليه اللون الاخضر الاشهر فيهم؟ لان ده الستاندرد، ده اللي الروبوتس بتقدر تعمل له ايمج بروسينج وتفرق، يعني ده اكتر لون الروبوت، يعني اللي هو ايه، ممكن نقول ان الايمج بروسينج زي ما بنقول كده، الروبوت بيحتاج يفرق بين لون البورده وبين الوان المكونات او اماكن المكونات. فهم لما جم يختاروا زي ما انا قلت في الاول،
فاكرين لما كنا بنتكلم عن التي اتش تي والاس ام تي، وقلنا لما جم يعملوا الاس ام تي او اللي هو سيرفيس ماونت تكنولوجي اتفقوا على ستاندرد ابعاد معينه، هو نفس الكلام لما جم يشتغلوا في مكان الاسمبلي بقى عشان يسهلوا عمليه التصنيع، الروبوتس اللي بتجمع المكونات قالوا احنا هنخلي اللون الاخضر يبقى ستاندرد الماشين بتتعامل معاه ان دي البورد، واللون الابيض ده اللي هو السلك سكرين. فلما جم يحطوا بوردز تانية لونها غير اللون الأخضر، الروبوتس أو الماشينز اللي بتعمل عملية الأسمبلي دي ما بقتش تقدر تفرق بين الباك جراوند وبين السلك سكرين، لأن هي مبرمجة على إيه؟ على اللون الأخضر. فعشان يحلوا المشكلة دي بدأوا يضيفوا كمان الألوان اللي هي الموست يوز، زي اللون الأسود وزي اللون الأحمر وزي اللون الأزرق وزي اللون الأبيض. بس خلي بالكو انت لما تيجي تعمل سولدر ماسك ابيض بيكون السلك سكرين عليه اسود، ولما تيجي تعمل سولدر ماسك اصفر بيبقى ليك اوبشنين، يا اما السلك سكرين يكون لونه ابيض او يكون لونه اسود. تمام، السلك سكرين ده يا شباب اللي هي الطبقة اللي تبقى مكتوبة كتابة، تمام، اللي هي تبقى مكتوبة فيها اسم المكونات والفاليو بتاعتها، اللي هي بتبقى انت ظاهرها على البوردة باللون الابيض. اما السولدر ماسك اللي هو لون البورده اللي انت بتلونه ده. طيب ايه الفرق بين السولدر ماسك، ايه ليه بنستخدم اصلا السولدر ماسك، اللي يعني ليه البورده بتبقى جامد متلونه كده، او ليه طبقه السولدر ماسك بتبقى موجوده دي؟ السولدر ماسك ده من اسمه هو بيستخدم بيعمل ماسكينج للنحاس عشان يسهل لي عمليه السولدرنج او عمليه اللحام. لو انا عندي مكونات اس ام تي او تي اتش تي وعدد الرجول بتاعتها قريبة من بعضها مثلا أو كتير، وأنت بتلحم، لو النحاس كله مش معمول له عملية ماسكينج أو ما هوش متغطي النحاس الزيادة، التصدير هيمسك الإيه البنز كلها ببعضها أو هيوصل لي التركات كلها ببعضها، وده حاجة يعني undesired أو حاجة أنا مش محتاجها في البوردة بتاعتي، عشان كده بعمل إيه solder mask. طيب هل انا لما اعمل بوردة دو ات يور سيلف او اعملها بايدي او اعملها يدوي او الكلام ده، هل اقدر اعمل عليها سولدر ماسك؟ للاسف ما تقدرش تعمل عليها سولدر ماسك لو مش معاك تولز خاصة. زي ايه؟ زي ان انت يبقى معاك يو في، تمام، مصدر يو في كويس، او الترا فايولت يعني اللي هو اشعة فوق بنفسجية، تمام، محتاج يكون معاك منظر كويس قوي. تاني حاجة إنك تطبع البوردة بتاعتك محتاج ورق يكون منفذ لليو في، وفي نفس الوقت محتاج ورق يكون منفذ لليو في وفي نفس الوقت يكون يقدر يشيل إنك أو يشيل الحبر يعني اللي هو بتاع البوردة، تمام، وفي نفس الوقت الورق ده مبيبقاش ورق عادي، بيبقى ورق بلاستيك شفاف، وفي نفس الوقت زي ما بقول يقدر يستقبل الإنك أو الحبر. تحط الورق الشفاف ده بعد ما تطبع عليه البوردة اللي هو انت اصلا بتكون طبعتها على النحاس، بتحطه فوق البوردة النحاس وتحط السولدر ماسك تحته، وبعد كده تسحب. هبقى اجيب لكم برضه فيديو بتعمل ايه ده وتشوفوه بتعمل ازاي، بس انا يعني حاولت اعمل ايه ده قبل كده والتجربة بقت بالفشل، كلفتني حوالي 500 او 600 جنيه، عشان برضه ايه الناس اللي مفكرة ان انت مجرد ما هتعمل الحاجة دي هتطلع معاك نتائج بسهولة، حاجة تحتاج تعمل مرة واثنين وثلاثة. بس لو انت عايز حل عملي ان البرد ما تعملش شورت سيركت بعد ما تخلص، او انت مثلا لحمت وخايف ان البردة ممكن تصدي او تتأكسد من الجو بعد كده، ممكن تستخدم ورنيش شفاف، سبراي شفاف، بتجيب سبراي من اي محل بتاع دهانات تقول له عايز سبراي شفاف، تمام، ده بترش على البردة بعد ما بتخلص بيعمل لها عملية ايه حماية. ده بالنسبة لحماية الدواء. الناس ساكتة ليه؟ أنا عايز الناس تتكلم، الناس تسأل عشان أرد عليكم بما إنك جاي أنا في السيشن. كده موضوع الألوان وصل للناس. كان سامعيني يا شباب ولا إيه؟ بيعمل ايه؟ طبقة كويسة، طبيقة كويسة، مش فاهم.
الورنيش، الورنيش اللي انت قلت عليه. الورنيش الشفاف يا حازم ما هو إلا بيعمل طبقة عزلة انا بس، معاك، يعني هو بيخلي لك البوردة كلها معزولة. هو عندي بس لو حطيت صباعي خربشت كده بطفي، مش ماشي، ما انت بيفوق. بترش، ما بترشش مرة واحدة بيقعد ايه بقى؟ فاهمني، عشان ما جربتش الصراحة. هترش مرتين او 3 مرات بالكتير. خلي بالك على فكرة السولدر ماسك اللي بقى جاي على الدوائر برضو البي سي بي، لو انت خربشته بايدك هيتخربش، يعني مش بايدك، بايدك يعني لو خربشته بحاجة معدن هيتخربش فاهمني. طيب تحبوا ميعاد السيشن الجاي يكون امتى؟ كيوم بكرة أو بعده؟ يعني في ناس قالت بكرة، في مشكلة؟ طيب عملية الصناعة، خلي موضوع التصنيع ده، أنا يعني إحنا قلنا هيبقى في يوم ننزل فيه الكلية نختار بوردة كده، بس بوردة تكون كبيرة شوية من اللي إحنا هنعملهم، تمام، ننزل نعملها مع بعض عملي، ودي هتبقى اللي هو ال DIY أو ال Do It Yourself. أما بالنسبة لعملية التصنيع هجيب لكم يعني في النهاية خالص زي ما قلت، هنطلع ملفات الجيربر فايلز ونعرف ازاي نبعتها لشركة مثلا في الصين، وتبدأ تقول لنا مثلا هتكلف كام أو كده، وعملية التصنيع، وهوري لك الحاجة بتتصنع ازاي جوه المصنع ذات نفسه، وانت ممكن تطلب منهم اوردر ان هم يسجلوا لك الدايرة فيديو وهي بتتصنع، تمام. بس ده كل الموضوع، لكن عملية التصنيع سهلة جدا، يعني الموضوع بسيط. الناس بتقول السبت، في ناس بتقول بعده، يعني الأغلبية بيقول بعد بكرة. فتمام، لو انتوا ديزاين رولز وفي شوية كلام كده داخلين في بعض، ممكن تبعت الرسالة تاني يا محمد يا هاني. تمام، هو كده الغالبية بيقول السبت بكرة، في ناس كتير قالت بعده، يعني في ناس كتير قالت السبت بعده، بعده بكرة، تمام بكرة السبت زين رولز برضو، مالها زين رولز السبت، تمام. حضرتك كنت لما بنيجي في الآخر كده كنت بتقول كنت عايز تتكلم في الديزاين رول، تمام، حضرتك الديزاين، الديزاين رولز انا كل مره باخد منها حاجه، من ضمنهم الكليرنس اللي احنا اتكلمنا عنها السيشن اللي فاتت واللي قبلها، اللي هي بتبقى المسافه بين التراك وبين التراك التاني لو هما تراكين من نفس السيجنال، والمسافه بين التراك وبين لو تراك تاني من سيجنال مختلفه، تمام، المسافه بين البدات وبعضها، المسافه بين البدات والفايز، المسافه بين البدات والتراكات، تمام. دي الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من الديزاين رولز. المينيمم ديستانس او المينيمم ويدث للتراك، في حاجه اسمها تراك ويدث كالكوليتر، تمام، او بي سي بي تراك ويدث كالكوليتر، دي بتحدد سمك تراك النحاس او عرض تراك النحاس، تمام. بلاش السمك دي، يعني هو بيطلب منك اصلا سمك تراك النحاس قد ايه. السمك ده يا شباب مش عرض التراك، السمك ده اللي هو ارتفاع قشرة النحاس قد ايه. وده انت لو كتبت مثلا ال FR4 ماتيريال او دخلت على اي موقع من المواقع اللي بتصنع اونلاين وشفت طبقة النحاس اللي هم بيعملوها او القشرة دي بقى سمكها قد ايه، منها تقدر تحدد بقى هيمشي طيار قد ايه في طبقة النحاس دي، تمام. يعني فرضا انت عايز تعمل برضه يمشي فيها 10 أمبير، أو بتعمل تراك يمشي فيها 10 أمبير، وعارف إن التراك ده هتعمله لما ترسمه على البوردة هيبقى طوله مثلا 5 سنتي أو 10 سنتي، فأنت تدخل على الكرنت كالكوليتور ده أو اللي هو التراك ويدث كالكوليتور، بيطلب منك تحدد سمك طبقة النحاس، الكرنت اللي هيمشي في التراك قد إيه، معدل التغير في درجة الحرارة بالنسبة للتراك هتبقى قد إيه، تمام. ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا. بس الحاجات دي بقى يعني بناء عليها، بناء على الحاجات دي بيبدأ يطلع لك المفروض المينيمم تراك بتاعك ما يزيدش او ما يقلش عن قيمة معينة. هي يعني المسابقات دي بتكون ما بين جامعات مختلفة وكده ولا لا؟
المسابقات دي احنا كنا بندخل مسابقات قبل كده بره الكلية وفي الكلية، يعني كان بقى في مسابقات، في مسابقة، في مسابقة شبرا اكس دي كانت لاين فولور برضو، كان في مسابقة بلاك اند وايت دي كانت في شبرا برضو. هي بس انتوا يعني حظكوا سيء شوية في موضوع كورونا ده، ان الدنيا دلوقتي مقفلة، فمفيش اي مسابقات اتعملت بقالنا حوالي 2 أو 3 سنين اهو، مفيش اي مسابقات اتعملت خالص. فإن شاء الله لو بنحاول ننظم حاجة الفترة الجاية، يعني يكون في مسابقة أو حاجة الفترة الجاية، ف stay tuned يعني بإذن الله. هتلاقوا في حاجة قريب إن شاء الله ممكن تنزل على البيج بتاعت IEEE، تبقى حاجة كويسة يعني. لكن المسابقات هي فعلا بتكون بين الجامعات كلها عادي، وممكن تلاقي طلبة أصلا مهماش في جامعات، أو طلبة في ستيم مثلا، أو ده طلبة إعدادي وثانوي وهكذا، ممكن تلاقيهم مشاركين معاك في مسابقات. طيب حد عنده أي أسئلة يا شباب؟ يا عمر انت ثاني، عمر السبكي. ايوه تمام. تمام يا سامي. طيب هتعرف تعمل شورت فيديو كده تشرح لهم فيه الاسمبلي بتاع مش الاسمبلي بقى، اللي هو اسمه ايه ده، الـ3D موديل بتاع البوردة؟ ايوه هحاول اعمله النهارده ان شاء الله. تمام ماشي. وتنزل لهم الـ3D باكج بحيث الناس كلها يا شباب يعني. حاولوا بقى ايه، انا بعت لكم الفيديوهات اللي اتسجلت قبل كده، اخر فيديو سبت لكم لينك تحته في الديسكريبشن للفيديو بتاع الـ3D موديل، وعمر برضه هيسجل لكم شورت فيديو كده اللي هو ازاي تضيفوا الـ3D موديل على الفيوجن 360 وكده. تمام، بحيث كل سيشن بقى الناس تبدأ ايه يعني، مش كل مرة تبقوا محتاجين حد يشرح لكم برضه 3D موديل أو كده، انتوا بقى من كل نفسكم هتعرفوا تدوروا على تجيبوا ال 3D موديل ازاي. أنا قلت هو ال 3D موديل بس هي أرخم حاجة، إن انت تلاقي ال 3D باكج ذات نفسها. فانت لو حد منكم شغال على السوليد ووركس الموضوع هيبقى بسيط، إن انت ترسم ال تعمل الموديل ذات نفسه. لو ملقيتوش بتجيب الداتا شيت بتاعة السنسور وتشوف الأبعاد الريال بتاعته وتبدأ ترسم بالأبعاد الريال دي. تمام، وتحولوا الموديل اللي انت ترسموه بدل ما هو بقى سوليد بورد تحولوه ل STL، لان البرنامج فيوجن 360 بيتعامل مع ال 3D موديلز دي بصيغة ال STL فقط عشان تقدر تضيفها على البي سي بي. حد عنده اي سؤال في اي حاجة دلوقتي؟ ان شاء الله السيشن هتبقى السبت كده، ده برأي الأغلبية يعني. حد عنده أي أسئلة يا شباب؟ يا ريت التعديلات اللي أنا قلت عليها يعني الناس تبعتها تاني. نحاول نخلينا كلنا في الألوان الستاندرد، عشان لما نيجي نطلب بعد كده أو نبعت تصميم، الألوان اللي تطلع من البرنامج السكريبتس الموجودة في الإيجل أحاول أجمع لكم السكريبتس في الآخر ونتكلم عنها مفيش مشكلة. بس هو أنت الموضوع يعني الموضوع السكريبتس، أنت متخيل السكريبت بيعمل إيه مثلا؟ فاهمني؟ السكريبت بقى بيزود الويتس، بيقلل الويتس، فاهم قصدي؟ مش هيبقى فولي أوتوميتد برضه إن هو يعمل لك حاجة من A to Z. انت ممكن تعمل اساين لسكريبت معين مثلا، تقول له لما تضغط لك على حرف معين او حرفين مع بعض أو الكلام ده تغير لي حاجه في البورده بس. يعني الموضوع مش فولي اوتوميتد زي باقي برامج الكاد. ده مثلا برنامج زي السوليد انت ممكن تعمل سكريبت
يسجل اللي انت بتعمله ويعيده تاني، زي برامج الفوتوشوب مثلا. لو انت عندك 100 شهادة، 100 شهادة تقدير عايز تعملهم، ممكن تعمل سكريبت يريكورد اللي انت بتعمله مرة واحدة على اسم واحد، وبعد كده تديله فاليو للفاريبل بتاع النيم مثلا، هو يروح يجيب من الفايل الاسم ويغيره ويعمل له سيف اس بي دي اف مثلا، او سيف اس جي بي جي، جي بي اي جي، او بي ان جي، وهكذا. فلو انت هتعمل الموضوع ده يدوي، هتقعد لو معاك مثلا كام الف شهادة او كام الف اي دي بتعمل ايديات لحد، الموضوع هيبقى مرهق. انما هنا انت بتكتب بس سكريبت او بتقصين فاليو، وبناء عليه البرنامج بيبدأ ياخد الموضوع في الاوتوميت. فاهمني؟ تمام. حد عنده أي أسئلة تاني؟ حد عايز يسأل في حاجة طيب غير السيشن؟ بس ممكن عادة أنا عايز أسأل على حاجة. اتفضل. هو أنا دلوقتي لما باجي في إيجل في مكتوب ببقى عاوز أنزلها، بس في ايه؟ يعني في عايز أنزل لايبراري ال ار جي بي ليد، تمام؟ تمام اللي هي اللي بتنور كذا كذا ضوء. أنا دلوقتي جيت تمام قعدت أدور على جوجل بس ما عرفتش ألاقيها، ومش موجودة في إيجل في نفس الوقت. اللي موجودة في إيجل مش اللي أنا عايزاه، فهل في موقع معين او في طريقة معينة اعمل بيها سيرش اقدر الاقيها؟ سهل عليا الموضوع السيرش لايبر شوية. لايبر انت محتاجة تحمل ال 3 دي موديل ولا اللايبر ذات نفسها؟ انا عاوز احمل السيمبل بتاعها واللي اوت، دولت مش موجودين، عايزاهم. هتلاقيهم موجودين، موجودين في اللايبراري بتاعت ال LED، بس هتدور شوية على ال RGB. تلاقي في ما هو لايبراري اللي اسمها RGB، في نوعين، في كومون كاسود وفي كومون انا. هتشوفي بقى انه واحد فيهم اللي انت محتاجاه. ايه موجودين في ورجونا اصلا تقف موجودين في الرجل الليد في ايجل نفسه. بالظبط، والرجول ما بتطلعش كلها جنب بعضها ستريت، هتلاقيها في رجول مفرقة بعضها. انت هتلاقي كده، انت عشان بتشوفيها الرجول اللي مفكرة ان الرجول هتيجي ستريت كلها جنب بعضها، ايوه انا كنت مفكره كده وممكن فعلا. يكون لا هي مش كده، انا كنت بستخدمها في الريموت ما كانتش كده، ما بتبقاش جنب بعضها. واسلام بيقول ممكن تكون في ايجل لايبراري انبوت اوت، ممكن برضو تكون موجودة في الاي او لايبراري بتاعت الايجل. تمام، يعني هي في انبوت واوتبوت ايجل، وفي ليد في ايجل نفسها. انا شفت لا فعلا فيها. هو يقصد ان انت تسيرشي على ايجل لايبراري اي او، دي برضو ايجل سيرفيس لايبر. اونلاين. تمام ماشي ماشي، سرش بدي برضو. انا شفت اللي حضرتك قلت عليها ديت، فبص مش لاقي الرجول مثلا يعني طالعه او على سلاش اتجاهها، اي دي ايه؟ فكرت ان مش هي، علشان كده سالت حضرتك. وقعدت اعمل لا حتى سيرش على عشان جوجل ما كبيرة طلعش هتلاقي، حاجه. على سبيل المثال مثلا الاثنين ترانزستور، الاثنين ان اربع اتنينات، هتلاقوه برضو نفس الكلام. لو حد بيحاول يستخدم اتنين ان اربع اتنينات، هتبقى شاكك في اللايبراري، لان الرجول ما هيش جنب بعضها. الرجول في رجلين هتلاقيهم قصاد بعض، والرجل اللي في النص هتلاقيها بعيدة عنهم الاتنين. لكن الترانزستور لما بتجيبه والتلاتة جنب بعض، تمام. تمام هي الحركة دي هم بيبقوا عاملينها عشان عملية اللحام بس، عشان انت لما تيجي تلحمي الرجول لو قريبة كلها من بعضها ممكن تلحم في بعضها. ايوه تمام يا باشمهندس. تمام شكرا. وفي سناب اي دي ايه برضه زي ما عمر بيقول، ولو انت عايزين تحمله 3 دي موديلز ممكن تشوفه جراب كاد. جراب كاد هكتب لكم اسمه اهو. تمام، ده هتلاقي برضه عليه 3 دي موديلز لكل المكونات الإلكترونية وغير الإلكترونية. أنا أي حد شغال على برنامج كات هتلاقوا عليه موديلز كتير جدا، وأنا رافع تصميمات وحاجات عليه قبل كده برضه، كنت عاملها على السوليد أول ما بدأت أشتغل على السوليد. قلت له أرم، هتلاقوا أرم الروبوت ترانسبورتر عليه، موديلز الروبوتس معمولة قبل كده، حاجات أرسي كار وهكذا. حد عايز حاجة تانية؟
احنا كده يعتبر خلصنا يا شباب. لو حد عايز يسأل عن أي حاجة الشكر لله، حد عايز يسأل عن أي حاجة يبعتها في الشات. الشكر لله. أنا بعتذر لكم طبعا عن السيشن ده، بس هي دي حاجة كده يعني غصب عني. بس كويس يعني معاكم فرصة تانية تعدلوا الحاجات اللي احنا قلنا عليها. عايزين تخلوا السنسورات بالطول مفيش مشكلة، اللي يريحكم. بس أهم حاجة زي ما بقول فتحات التثبيت تكون موجودة. طيب انا كده اعتبر خلصت. لو ما فيش اي اسئله ممكن الناس تبدا تعمل ليف للميتنج. لو في اسئله ممكن تبعتها في الشات، انا موجود معاكم. انا ما عنديش حاجه هذه. شكرا لله. باشمهندس سمية ممكن توقف الريكورد بقى.